السلام عليكم. اليوم راح نسأل المتزوجين، راح نقول لهم إذا مرتك ضربتك قدام جهالك إيش راح تسوي؟ قدام جهالك؟ المشكلة جهالي أنا. آخر يوم لها بحياتي أروح أنام أزعل بس ما صار حضربها. متزوج؟ إيه بس مطلق. أخ عصبية ومدديت عليك قدام جهالك. اي اكسرها وراها بيت اهل وراها بعد ما ترجع وراها طالق شنو حجي اكيد متزوج لا متزوج يعني لا والله وراها امه اذا if we have problem with my wife and she should be go with alone with me not in front of the children اجرى على صفحه واعرف شلون نتحاسب وياها بالغرفه تفاهم وياها زي ما قلت له لا خطيه ما نضربها رجال لا تتفاهم وياها تحكي وياها اطلقها طبعا طبعا ارزلها لو اضربها وادزها لاهلها قبل لاهلها وطلقها بدون ما تضربها؟ لا بدون ما اضربها شي اكيد انفصل وياها طبعا راح اضربها ضربتني يعني ضربتني ضربتك ايه ضربتك يعني يعني ضربتني هيك يعني لو يعني ضربتك هيك لكل حادث حديث انت تزوج مرت الاخ وزوجتك ضربتك قدام جالك شو راح اسوي ما ضرب راجلي بس بصوره عامه بالعقل دا تتصرف بحكمه افضل بس ما يصير وحده تضرب رجلها حتى الرجال ما يصير يضرب مرته بس انت تقول ده اضربها تصب علي عليك